أنا ماني مصدقة أبداً، رب العالمين سمع دعائي، هو اللي خلى عزيزة أصلاً تجي مشان تنهي هالعداوة. إذا جدي قبل بموضوع الصلح، هالعداوة رح تنتهي والانتقام بينتهي ورح نعيش بسعادة، ما عاد بضل في أي داعي للطلاق، وزواجنا رح يقوي هالصلح كمان. مو هيك؟ إيه والله مزبوط حبيبتي، رب العالمين بعت عزيزة مثل ملاك السلام، بس طبعاً ما فينا نشبه هيك شيطانة بالملائكة. صحي مليجا، أنا لازم أتصل بميران هلأ. ريان، ما اتصلت فيكي لأنه أبوكي كان جنبك. أنت منيحة؟ سوالك شي؟ ميران، يمكن ما تصدقني بس صارت معجزة قبل شوي، والله اللي صار معجزة، ستك اجت على بيتنا. شو؟ ريان، ليش ستي اجت على بيتكم؟ وشو ساوت عندكم؟ تخيل، ستك بدها السلام وطلبت من جدي الصلح. فيك تتخيل هالشي؟ ستك اجت وطلبت الصلح من جدي؟ الصلح. ميران، طيب شو قال جدي؟ جدي رح يعطي جوابه الصبح بساحة ميديات. تخيل إذا هو قبل الصلح، وقتها الانتقام بينتهي وما عاد يضل أي عداوة، ومنعيش حياتنا بسعادة، وما بيضل في داعي للطلاق، وما بيضل في معنى للوراق اللي خلوني وقع عليها. أي وراق؟ شو قصة هالوراق؟ شو اللي وقعتي؟ جدي خلى المحامي يجهز وراق الطلاق، حطوها قدامي أول ما فتت على القصر، وأنا انجبرت وقع عليها. بس إذا جدي قبل الصلح معكم، وقتها ما بيضل أي داعي لألم هيك. ريان، إذا صار الصلح أو ما صار، وإذا وقعنا أوراق الطلاق أو ما وقعنا عليها، ما رح يتغير أي شيء. شو ما حكى معك أبوكي وشو ما ساويت عيلتك، هذا الشيء ما رح يأثر على علاقتنا بنا، لأنه شو ما صار حوالينا، أنت رح تضلي زوجتي وأنا زوجك. تمام؟ أصحك تنسي هالشي. أنا أساساً مستحيل أنسى، بس حتى لو كان على الورق، أنا ما بدي أسماءنا تتفرق، بدي أسماءنا تضل جنب بعض. ريان، لا أسمينا ولا نحن رح نفترق عن بعض لحظة، ما رح يتغير أي شيء. تمام؟ بعرف. مو هداك اليوم حكيت إنه ما ضل في عندي أي أمل؟ بس الظاهر إنه في أمل لسه، يا والإنسان ما لازم يفقد أمله. وبعدين قد ما طول الليل، بالآخر رح تشرق الشمس، وأنا ما رح أستسلم أبداً. ما رح أفقد أملي معك، وأنت لا تستسلم. ماشي؟ ماشي. طيب خير، ليش هيك صوتك؟ ما بعرف، تفاجأت، أنا ما كنت متوقع أبداً هيك حركة من ستي. مزبوط، لما يكون إلها يد بشي فوراً بيخطر لنا أنه رح تصير مشكلة، بس هالمرة مو هيك. أنا واثقة إنه ما رح تصير أي مشكلة، صدقني. أنا بوثق بقلبك وما بوثق بست ابنه. وأنا هلأ رح أنهي هالمسخرة. سمعتي شو صار؟ وأنتي عرضتي عليهم الصلح لتنقذي حياتي يا ستي، لا تكوني صوبتي سلاحك على أزاد معالي. أنا حياة مين عم تحاولي تنقذي يا ستي؟